تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد معظم المناطق لسقوط أمطار. وتوقعت هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية. كما نصحت الهيئة المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. نرحب بك معنا دكتور محمود. يعني بالحديث عن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت منذ الأول من أمس، إلى متى ستستمر هذه الموجة من عدم الاستقرار، وأكثر المناطق تضررا في الأيام القليلة المقبلة؟ اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. احنا طبعا كنا بصدد حاله من عدم الاستقرار بدات بالفعل يوم الاربعاء على مناطق متفرقه من شمال البلاد، سواحلنا الشماليه محافظات الوجه البحري شمال ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق من جنوب البلاد، ثم امتدت يوم الخميس تاثيرها الى محافظات الوجه البحري والقاهره الكبرى. ولكن وفقا لاخر تحديثات لتوزيعات الضغط وصول الاقمار الصناعيه، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النهارده بيانها بتقول فيه إن النهارده الأجواء بدأت تستقر بشكل كبير، وانحصرت حالة عدم الاستقرار في مناطق من شمال ووسط سيناء بأمطار متوسطة الشدة، ممكن تكون رعدية أحيانا، وده حصل في الساعات الأولى من صباح اليوم. وبالفعل بالإضافة إلى ذلك وبالإضافة إلى سقوط الأمطار اللي حصلت امبارح، بدأت تظهر بعض السيول في بعض مناطق متفرقة من سيناء. أما باقي محافظات الجمهورية، سواحلنا الشمالية، القاهرة، محافظات الوجه البحري شمال وجنوب الصعيد، فهم بمنأى عن الأمطار النهاردة، والأجواء بدأت تستقر على هذه المناطق اعتبارا من اليوم. دكتور محمود، يعني هل من نصائح محددة للمواطنين بالأخص يعني المتواجدين بالمناطق الأكثر تضررا خلال هذه الموجة؟ هو طبعا المناطق اللي في سيناء تحديدا والطرق السريعه اللي في سيناء، يفضل طبعا من الساده المواطنين عدم التوجه الى سيناء او الخروج منها الا بعد التاكد من فتح الطرق اللي تم غلقها اعتبارا من امس وحتى الان مغلقه. بدا طريق الزعفران العين السخنه تم فتحه من ساعات قليله، ولكن باقي الطرق لسه مغلقه طبعا نتيجه السيول اللي موجوده في هذه الاماكن، فبقدر الامكان عدم التوجه الى هذه الاماكن او الخروج منها الا بعد الاطمئنان تماما على سلامه الطرق. دكتور محمود شاهين، مدير اداره التنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد الجويه، اشكرك شكرا جزيلا.